قسما بالله. وكنتفاجئ اليوم بانني انا الصغير ديالي شحال جاني، جاتني 600 درهم والناس الاخرين كلشي شد 1500. كنبغي نشكركم ديما على حسن الاستضافه اللي كتستضيفونا. خويا وقع لي مشكل مع واحد اخويا الجمعيه، هاد الجمعيه اللي كنت خدام فيها اخويا، غيرنا المسار. راكم عارفين كيف ما كتعرفوا الناس كاملين علينا على التوبه، جينا بغينا نخدموا حالنا رسول الله. مشينا خدمنا مع هاد الجمعيه هادي اللي كدرت لها فيديو ولحتو في يوتيوب، راه عندي في القناه ديالي في يوتيوب، فهمتيني. زعما كانت بدايه زوينه وقلت زعما انا نتعاون معاهم وهادي زعما الله واسيت امي فهمتيني، واخا نستافدوا معهم غير رحمه الوالدين. مهم اول حاجه اخويا انا كان عندي تريبو، انا عندي تريبورتور كيف ما كيعرفوا بزاف ديال الناس. كنمشي كنهز التريبورتور ديالي كنخدم، بعض المرات كنضطر نهز حتى السيده اللي مسؤوله علينا ونديها حتى الاسخد الميكا، ومهم بزاف ديال الحوايج. انا غنهضر لك على الموضوع الشخصي اخويا اللي جينا نهضروا عليه، اللي دارني انا بعدا كاين ودار بزاف ديال الشباب اللي كانوا خدامين في هذا الشيء. هذا اول حاجه اخويا، هاد السيده هادي كانت غاده معنا مزيان في الاول. مهم هاد التوني هذا ها هو كيف ما كتشوفوا. هاد السيده هادي اخويا اتهمتني بعدا، في اول حاجه اتهمتني بالسرقه بانني انا كنسرق ليها الدوزين. واخا هادي حاجه وحده، انا عندي شهود وكاينين الناس اللي كيعرفوني واللي كانوا خدامين معايا وبالشهاده ديالهم اكثر من 35 ولا مع 40 كيعرفوني كيفاش داير. انا عندي ماتيريال ديالي طلبوني النهار الاول جبتو معايا، ها هو اللي انت مامو، ها هو موتور انت اخويا. عندي المقص ديالي ها هو في سميتي، عندي الكوبو ديالي، عندي المنجل ديالي، المنشار ديالي، الشيشه ديال الجير، كلشي جو من عندي. وضاع لي معاهم مراتو، وضاع لي معاهم، المهم ضاعوا لي بزاف ديال الدوزان معاهم. انا اللي جايب هادشي من عندي، وليت كنتهان بالسرقه. واخا قلنا دوزناها بجغيمه ديال الماء وقلنا ما كاين حتى شي مشكل على قبل الوليدات وهادي، من فهمتيني ما نخسروش هاد الرزيق هذا اللي عطانا الله كيف ما كنقولوا في الاول. ما علينا، النوبه الاولى الاخوان توني بشحال بعتوا ليا، وماشي غير انا، الناس كاملين اللي خدامين في هاد الجمعيه واللي كذبت نزل عليه النعله ودينو حرام عليه. 100 درهم هاد التوني هذا اللي خلصنا عليه اول حاجه. ثاني حاجه هاد البطاقه هادي اللي الاسم ديالها في جمعيه اخرى حتى هي خلصنا عليها، ماشي في اسم هاد الجمعيه. المهم ما علينا، قلنا على يكون قلنا خير ان شاء الله. خويا حتى كنتفاجئ دابا بانني انا في هاد رمضان هذا كانت بقات واحد 19 يوم خدمنا معاهم، خدمت معاهم انا عندك 11 يوم في يومين اللي خدمت معاهم، لا 9 ايام في يومين اللي خدمت معاهم. من وراها ريحت نهار عاود جيت يومين اخرى، وعارفه هي الظروف اللي كانت عندي، هي راه عارفاها وكلشي، وراه مصيفط ليها، مصيفط ليها لوردونونس ديال ولدي فاش ديت الطبيب لهذيك الليله. المهم هادشي اخويا انا ملي خدمت معاها 19 يوم مشيت باش نتخلص. انا كنت كنخدم، ناس اخرين ما كانوش كيخدموا، وقسما بآية الرحمن حياتي نضيع فيها ولادي بغيت ما نتصرفش عليهم اخويا، والله ما كانوا كيخدموا ولا كيجيو قسما بالله. وكنتفاجئ اليوم بانني انا الصالير ديالي شحال جاني، جاتني 600 درهم والناس الاخرين كلشي شد 1500 1400. وانا اللي كنت كنجي والناس ما كانتش كتجي شدت هذا. علاش نخلو في 1500؟ علاش جاتكم 1500؟ هذه غير حيت خدمنا واحد 19 يوم اللي بقات في رمضان، حيت كنا نحبسوا نهار 19. هادي غير فهمتيني بحال اللي قلتي باش الصالير العادي اخويا كانت كتجينا 55، والعلم لله شحال كان كيمشي من ورانا فهمتيني. هاد السيده اخويا كاينين شي ناس، كاينين شي عيالات، غندخلوا لواحد التفاصيل دابا اللي غادا كاينين شي عيالات كانوا خدامين معانا، اش كانت كدير ليهم؟ اقسم بالله كطلعهم للدار، طلعهم للدار على اساس بحال الله يسمح لي على ما عرفتش اش من يسيقوا ليها ويقادوا لها المسائل ديالها وكدا، وبحال خدامين معنا في الجمعيه. هذه وحده. الثانيه هذه ماشي جمعيه، قلتي تعاونيه. مهم هذه الاولى. والثانيه اخ طارق، هاد السيده هادي حنايا كنمشيو كنخدموا، عندي فيديوهات كنجبدوا، تخيل معايا انا مرض 5 ايام
ما تقدرتش الظروف وخدمت وانا مريض. علاش؟ حيت لقينا ثلاثه السحورات وجبدناهم والفيديوهات والدلائل. اخويا طارق كاينين هنا، ما عندنا، ما نهضروش بالفراغ. نزيدك نقطه اخرى للثالثه، حنا عندنا واحد التصويره جماعيه. انا بغيت غير بغيت التفسير لهذا الشيء. عندنا صوره جماعيه واخا مصورين فيها شي ناس معانا لابسين الجيليات. هذوك الناس اللي مصورين معانا لابسين الجيليات يعني اشنو؟ يعني راه خاصهم يكونوا معانا في الجمعيه خدامين معانا. لا سيدي، ما كاينينش هذوك الناس اللي مصورين معانا بالجيلي، ما كاينينش. منهم دريات ومنهم دراري، ما كاينينش. علاش؟ بغيت غير الشرح لهذه النقطه. واش كيتخلصوا وهما جالسين؟ واش لابسين داك التوني اشهار؟ انا ما عرفتش علاش. باش تجيني انا اخويا 900 درهم و20 و24 درهم راه حرام، راه كلشي. انا راك شتي اخويا طارق، وانا القناه ديالي ما بقيتش لحت فيها. وعلاش؟ على قبل الخدمه ومرضت وبزاف د الحوايج، وجيب بنادم ياكل لك عرق كتافك، راه حشومه.